زعلانين عشان احنا هنودع حسام غالي، لكن مبسوطين ان احنا هنكرم وهنخلد قيم ومبادئ النادي الاهلي، وكل من اعطى للنادي الاهلي واخلص لازم نقول له شكرا. خلينا نسمع مع حضراتكم في البداية لكلمة النادي الاهلي للأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الاهلي. فضل الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. بيسعدني ارحب بحضراتكم في هذا المؤتمر اللي كلنا سعدنا ونشرف ان احنا بنكون في هذا اليوم السعيد بدي، يعني مش عايز اقول سعيد لان حسام غالي هيترك فراغ كبير جدا. انا الحقيقه بيشرفني ان اكون ممثل لمجلس اداره النادي الاهلي وبتكليف من الكابتن محمود الخطيب اللي بنتمنى له كل الشفاء، وهو الحقيقه كان بيتابع اجراء هذا المؤتمر اول باول، وبالنيابه عن جميع اعضاء مجلس الاداره بنرحب بحضراتكم. الحقيقه تكريم الكابتن حسام غالي قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي، انجازاته ومساهماته في تحقيق الارقام القياسيه للنادي الاهلي وصل ليها. النادي الاهلي وصل لهذا المستوى العالمي بابنائه اللي بيمثلهم حسام غالي. حسام غالي بيعتزل النهارده، بس احنا بنقول ان شاء الله لازم يكون له دور، وما زال هو له عنده قدر كبير من العطاء. بنتمنى ليه كل التوفيق سواء في المجال الخاص او المجال العام في خدمه النادي الاهلي. برضو الحقيقه احنا بيهمنا المهرجان ده يكون على اعلى مستوى وبيتم في الدوله الشقيقه الامارات العربيه، وده انا بقول النهارده حاجه بتعود بينا الى اعاده المهرجانات الاعتدال القيم الكبيره في هذا المجال، يكون بدايه ان احنا نسترجع كل المهرجانات زي ما شفنا مهرجان الكابتن محمود الخطيب، كابتن احمد شوبير، يعني كل اللعيبه او الرموز اللي قدمت للنادي الاهلي. ان شاء الله يكون ده بدايه تعود بينا لهذه المهرجانات، واحنا بنتمنى للكابتن حسام كل التوفيق، والنادي الاهلي الحقيقه ما بيبخلش عن ابنائه في كل الامكانيات سواء داخل الملعب او خارج الملعب. بنتمنى ليه كل التوفيق باذن الله، ويكون دايما النادي الاهلي وراء ابنائه باذن الله. شكرا. شكرا للاستاذ خالد الدرندلي. الكلمه للكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي لكره القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. اولا بشكركم جميعا على الحضور الجميل ده، واللي انا شايف ان هو يتناسب مع حجم النجم اللي احنا بنحتفي بيه النهارده. عايز اقول ان في نجوم كثيره جدا اتشرفت بتمثيل النادي الاهلي وساهمت في بطولات على مدار تاريخه، بس القليل منهم اللي هو يعني بيتصف مدى الحياه بالنسبه له بصبغه النادي الاهلي. ومن هؤلاء النجم الكبير حسام غالي اللي احنا بنحتفي بيه النهارده. ويمكن في صفات كثيره جدا بتبقى موجوده بالنسبه للنجوم، الا ان في صفه مهمه قوي بتبقى موجوده في بعض النجوم اللي هم الابرز، الشخصيه بتاعت حسام غالي، شخصيه راقيه كانسان، شخصيه فيها قياده، شخصيه فيها قدره على ان هي تعبر عن نفسها بشكل جيد سواء فنيا او اخلاقيا او سلوكيا او رياضيا. النهارده انا بعتبر الحياه كلها عباره عن محطات بتبدا ومحطات بتنتهي. محطه بتنتهي بيه كلعيب النهارده، ولكن بتبدا بيه ان شاء الله في مجالات اخرى حسب رغباته وحسب استعداداته وحسب اتجاهاته وحسب ما يهدف اليه في ان شاء الله في المستقبل، سواء في الناحيه الرياضيه او في الناحيه الخاصه به في الحياه العامه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان احنا نوفق في اقامه مهرجان يتناسب مع حجمه ومع اسمه مع عطائه كبير جدا للنادي الاهلي، ودي اعتقد من احد السمات اللي النادي الاهلي بيتميز بيها في علاقته بنجومه، عمليه التقدير وعمليه الاحتفال بيهم في كل المواقف اللي بيمر بيها على مدار حياته. بشكر الاعلاميين اللي هم ساهموا في ابراز النجوميه، لان النجوميه مستويات، واعتقد ان حسام غالي خد حقه كويس قوي من الاعلاميين، وذلك انا بوجه لهم الشكر
لأن الإعلام هو اللي بيقدر يعكس شكل النجومية للمتفرج وللناس كلها. بشكر حسام غالي على كل اللي قدمه للنادي الأهلي، وبشكره على مشواره الطويل اللي أداه في الملاعب، وبشكر الشركة الراعية لهذا المهرجان الأستاذ مينا نجيب اللي الحقيقة بيبذل مجهود كبير جدا، واللي كان ليه برضو قبل كده سابقة أعمال مع النادي الأهلي. وفي الآخر وفي الأول بتمنى التوفيق إن شاء الله لكل نجوم النادي الأهلي، وأتمنى لحسام بشكل شخصي أنه يوفق بإذن الله في حياته المستقبلية بإذن الله تعالى. شكرا لك. شكرا للكابتن عبد العزيز الشافي. كلمة للكابتن حسام البدري المدير الفني للأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يمكن أنا كلامي عن حسام غالي هيبقى مختلف شوية، لأن كلنا الموجودين هنا عشنا فترة طويلة جدا مع حسام غالي وحوالين حسام غالي، لكن أنا طبعا يمكن عشت مع حسام غالي على أرض الواقع لفترة طويلة جدا، وهو صغير وهو بيبدأ مشواره الفني، وشفته في فترات بدايته وفترات نضوجه. وأقدر أقول أن أي مدرب بيتمنى أن يكون معاه لاعب زي حسام غالي، لصفات كثيرة جدا يتصف بيها، إيجابية ليه كلاعب بشكل فردي وللمجموعة اللي بيشتغل معاها بشكل جماعي، فبتساعد أي مدرب بشكل كبير جدا على روح معينة أعتقد أن احنا بقى محتاجينها في النادي الأهلي، وهي روح البطولة اللي احنا طبعا متربين عليها ولازم تبقى موجود عند أي لاعب موجود في النادي الأهلي. علشان كده بقول يمكن حسام غالي، لو صنفنا حسام غالي بقول النادي الأهلي فيه لعيبة كتير جدا جت على مدار التاريخ الطويل طويل التاريخ المشرف بالنسبة للنادي الأهلي، لكن أقدر أحط على قمة الهرم اللي فيه اللعيبة المميزة اللي جت في تاريخ النادي الأهلي. فحسام غالي طبعا بتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في حياته اللي جاية، لانه ادى النادي الاهلي طبعا وحقق بطولات كثيره جدا، وزي ما انا بقول كمدرب عشت معاه فتره طويله جدا، بقول ان هو لاعب مميز وفعلا قدر يعمل تاريخ لنفسه، وعشان كده يستحق هذا التكريم بالشكل اللي يليق بيه. وفي نفس الوقت اعتقد ان كلنا بنتفق ان شاء الله بنتمنى ان الاحتفال باذن الله، وانا متاكد يليق باسم حسام غالي، وبتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في حياته اللي جايه. كل التوفيق لك يا حسام ان شاء الله. شكرا للكابتن حسام البدري. الكلمة للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كمان يمكن في اوقات الواحد كده كويس. فضلك بسيد. فضلك بسيد. يعني في اوقات طبعا بتبقى الدنيا الكلمات فيها بتبقى مش ما بتبقاش عارف او محضر حاجه معينه، يعني غير ان انت تقول ان عشان نقعد القعده ديت او نبقى الجمع ده كله موجود او يكون الناس دي كلها حريصه انها تكون موجوده، اكيد الحدث بيبقى كبير جدا. وانا قبل ما اتكلم على حسام بتكلم كمان على النادي الاهلي. يمكن احنا نادي طول عمرنا بنحاول وبنجتهد عشان نكبر ولادنا ونبقى عندنا حرص جامد جدا جدا انها اجيال بتسلم بعض، وان الدنيا كلها بتبقى ماشيه بالشكل ده، عشان كده قيمه ومكانه النادي الاهلي بتبقى موجوده، وان انت بتلاقي لعيب عنده قدرات او مهارات او امكانيات فنيه، وكمان بتدور على الصفات الشخصيه بتاعته. يعني فانا مش هتكلم كتير على حسام لان كلنا عارفين مين هو حسام غالي، لكن اتمنى له كل التوفيق في حياته اللي جايه، زي ما كان انسان هايل جدا على المستوى الفني والمهاري، ان شاء الله الرحمن خطواته اللي جايه باذن الله تكون على نفس المستوى باذن الله تعالى. يعني فان شاء الله الرحمن يوم 11 ده هيبقى يوم جميل ان شاء الله، ان شاء الله انا متاكد من كده، وان شاء الله الرحمن باذن الله يكون بعد يوم 11 متالق ونجم زي ما كان ان شاء الله. توفيق حسام. شكرا للكابتن سيد عبد الحفيظ. الكلمة الآن للكابتانو كابتن حسام غالي كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر، علشان يقول مهرجان اعتزاله ويقول كلمة للنادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي والأعضاء النادي الأهلي ولكل المدربين وزمايله اللعيبة. عنده كلام كتير قوي محتاج يقوله في هذه اللحظات. فضل كابتن حسام. عرفت له كلام كتير جدا. ممكن حاجة مختلفة. هو موقف عشان الكابتن زيزو قال لي هو موقف. شرفتوني كلكم بالحضور النهاردة.
كنتش متخيل طبعا الحضور الجميل ده، لكن ده يعني زادني سعادة. شكرا للنادي الأهلي طبعا على تنظيم المؤتمر ده. لو قعدت من هنا لغاية حياتي ما تنتهي مش هقدر أشكر النادي الأهلي على اللي عمله معايا. سبب رئيسي بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي أنا فيه دلوقتي، في اللي أنا وصلت له، العلاقة بيني وبين جمهور النادي الأهلي، علاقة ما تتوصفش. دي من أهم حاجة وصلت لها برضو في تاريخي، أو أهم إنجازات اتحققت لي في مشواري الكروي سواء هنا في مصر أو برا مصر. الحقيقة عايز أشكر النادي الأهلي تاني على حاجات، يعني حاجتين بالأخص. أول حاجة اداني الفرصة إن أنا أنهي حياتي ومشواري جوه جدران النادي الأهلي اللي أنا تربيت فيه، ودي كانت أمنية من أمنيات حياتي يعني، فبشكره. بشكر مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب على إعطائي هذه الفرصة يعني اللي أنا أختم حياتي هنا. ثاني حاجة إقامة مباراة اعتزال اللي أنا أبقى قادر أودع جمهور نادي الأهلي من خلالها إن شاء الله تقام في الإمارات. أحكي حكاية صغيرة كده بس عشان موضوع الاعتزال ده. جيت 2014 كابتن عبد الصادق كلمني وقال لي حسام الأهلي محتاجك في الفترة دي، كان في نجوم كتير اعتزلت وفي نجوم كتير ثابت الفرقة ومشت، كنت أنا لسه بلعب وكنت بلعب في بلجيكا. قال لي النادي الأهلي محتاج ولاده دلوقتي الفترة دي، كانت فترة صعبة جدا، فلبيت النداء وجيت. يعني من أول 2014 كان الفرقة بتتغير جلدها لسه، كان في لعيبة صغيرة طالعة ولعيبة لسه من بره جاية، كان أولادي النادي قليلين أو في الفرقة يعني، أو الناس الكبار الخبرة كانوا قليلين في الفرقة. فجيت بدأ طبعا الضغوطات عليا تزيد، مشاكل بتكتر، الانتقادات بتكتر، الناس بتنادي اللي أنا اعتزل في الفترة دي من 2014. أصدقاء لي يكلموني في التليفون يقولوا لي طب إيه اللي بيحصل فيك ده، إيه الناس بتهاجمك هتعمل إيه؟ قلت سيب اللي يهاجم بكرة إن شاء الله، اللي بيهاجمني ده هيشيد بيا. عشان هنا كان قوي يعني، دماغي كانت قادرة ومستحملة وقادرة تتحدى وعندها لسه كتير. فمشيت وصحفيين كانوا بيطلبوني بالاعتزال، كان في صحفيين ممكن حد فيهم موجود هنا ولا لا معرفش كلمني قال لي تعتزل، قلت له انا الوحيد، او في مؤتمر صحفي كان زي ده برضو كان بنقدم لعيبه جداد، قلت له انا الوحيد اللي اقدر احدد ميعاد اعتزالي، طول ما انا قادر هبقى قادر يعني. دلوقتي والناس كلها بتقول لسه قدامك كتير ولسه قادر وبدنيا موجود وفنيا موجود، بقول لهم لا خلاص هنا. انا عايز ارتاح خلاص مش قادر. انا الوحيد اللي كنت اقدر اقول امتى اطلع من الملعب وامتى ابقى قادر اكمل، فان شاء الله النهارده انا بعلن ميعاد اعتزالي الكوره يوم 11/5 في الامارات ان شاء الله. يعني سامحوني طبعا انا ما يعني غصب عني، يعني كان نفسي ابقى متمسك اكتر من كده، لكن دي حاجه اديتها كل حياتي كوره، كنت عايش من ليها بس، فدي لحظه صعبه مش سهله عليا، أتمنى أتمسك أكثر من كده. فإن شاء الله يعني نستني من جمهورنا الأهلي تشريف إن شاء الله، شرفوني آخر يوم ليا في الملعب يوم 11/5 في الإمارات استاد هزاع بن زايد، أقدر أودع جمهورنا الأهلي إن شاء الله.
في اخر مسيرتي دي احب اشكر كل زملائي اللي لعبت معاهم، ما فيش حد بينجح لوحده، ودي دايما كنا بنحاول نوصلها للعيبة، ودي دايما موجودة في النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيعتمدش على نجم واحد، النادي الاهلي مجموعة عمل في الاخر هي بتعمل انجازات والنجاحات دي. فانا ما نجحتش لوحدي، يعني نجحت بمدربيني اللي عاصرتهم من اول ما دخلت النادي الاهلي وانا عندي 14 سنة، كل زمايلي اللي شاركوني، وكنت شرفت ان العب معهم من وانا صغير لغايه دلوقتي، بشكرهم جميعا، كل المدربين اللي انا اتمرنت معهم شكرا ليهم. حقيقه عايز اشكر الكابتن يوسف الشربيني شكر خاص، الراجل ده هو اللي يعني كان واثق فيا وكان مصدقني وكان مصدق امكانياتي وقعدني في النادي الاهلي رغم ان ما كانش فيه اي مسابقه ليا او كان ما كانش فيه فرقه ليا، كنت قاعد في النادي وتهاجم كتير جوه النادي، لكن كان ثابت على موقفه وقال ده لعيب، كان يشوفني يقول لي ده انت لعيب اوروبي، اعمل اي حاجه يقول ده لعيب اوروبي، وكان بيتحمل كل الانتقادات اللي كانوا بيوجهوها له، بشكره شكر خاص. رساله لجمهور النادي الاهلي، يعني اتمنى ان انا كنت ما قصرتش في خلال مسيرتي جوه النادي الاهلي، يعني اشهد الله ان انا عمري ما قصرت او عمري ما تخاذلت او قصدت اتخاذل، كنت دايما شايف جمهور النادي الاهلي قدامي ودايما كنت عايز افرحه، عمري ما تخليت على المسؤوليه، عمري ما هربت من المسؤوليه. اتمنى ان في خلال مسيرتي اللي انا قضيتها هنا يكون النادي الناس راضي عني وراضي عن اللي انا قدمته للنادي الاهلي. وشكرا على حضوركم كلكم، يعني كنت متوقع الحضور الكبير ده، بشكركم تاني، شكرا لكل الكلام الحلو اللي سمعته النهارده سواء من الاستاذ خالد دربالي، كابتن زيزو، كابتن حسام البدري، كابتن صاحب الحفيظ. اتمنى النادي الاهلي كله النجاح والتوفيق وكثير من الانجازات والانتصارات ان شاء الله في الفتره اللي جايه، ودايما مؤسسه عريقه كلنا نفخر بانتمائنا ليها. شكرا جدا، وشكرا تاني على حضوركم الجميل ده، شكرا. شكرا للكابتن حسام غالي. الكلمه الان للاستاذ مينا عاطف عشان يعلن تفاصيل مهرجان الكابتن حسام اللي هيقام ان شاء الله يوم 11 مايو في ملعب هزاع بن زايد بالامارات، المباراه الكبرى بين النادي الاهلي واياكس الهولندي. تفضل يا استاذ مينا. مساء الخير عليكم جميعا، احنا يشرفنا النهارده ان احنا بقى موجودين في وسطكم لتاني مره في النادي الاهلي، وشرف لينا كبير ان الكابتن حسام يولينا مسؤولية مهرجان اعتزاله. كابتن حسام بالنسبة لنا قامة فظيعة في الكرة المصرية، وما كناش نحلم حتى ان احنا بقى جزء صغير في المهرجان ده. طبعا ما فيش كلام اقوله بعد كل الكلام متقال عن كابتن حسام غالي، بس يعني في لمحة سريعة، كابتن حسام على المستوى الشخصي في الاحتكاك معاه على مدار السنتين اللي فاتوا، هو كابتن وقائد وشخصية محترمة على كل النواحي جوه وبره الملعب. أنا احتكيت بيه بره الملعب أكتر، أنا ما شفتش شخصية في الاحترام وفي الجمال ده، ربنا يكرمه، وأنا واثق إن ربنا يكرمه، الشخصية دي هتنجح في أي مكان تكون فيه. يمكن على مستوى الشخصي أتمنى إن هو يبقى يكمل ويبقى ليه دور فعال في النادي الأهلي، بس أنا واثق في أي مكان هو هيكون فيه هيبقى واجهة مشرفة إن شاء الله. بخصوص المهرجان، إحنا الماتش بإذن الله يوم جمعة 11 مايو في استاد هزاع بن زايد. الماتش هيبتدي الساعة 8، بس هيسبق الماتش احتفال بخصوص اعتزال الكابتن حسام غالي. أنا هتكلم الفريق، المفروض الفريق النادي الاهلي هيوصل ان شاء الله يوم 9، وهتبقى الاقامه في دبي يوم 10 في تمرينه بتاعت قبل الماتش، هتبقى برضو في دبي. الصبح يوم الخميس يوم 10 مايو هيبقى في المؤتمر الصحفي قبل الماتش، ويوم 11 يوم الماتش هنتجه من دبي للعين على الساعه 4، وبعد الماتش طبعا هيبقى في المؤتمر الصحفي اللي هو البوست ماتش.
ويا رب نبقى على قد مسؤولية المهرجان ونفرح قلب كابتن حسام ونشرف النادي الأهلي. وشكرا لكم مرة تانية. قبل تكريم الكابتن حسام غالي في بعض الأسئلة السريعة بس كده. في سؤال للكابتن حسام غالي من أحد الزملاء بيقول للكابتن حسام بعد الاعتزال هل ستتجه للتدريب أم للإدارة؟ هو التدريب ما أعتقدش يعني اتجاهي أكثر للإدارة إن شاء الله، لكن إمتى وإيه المنصب والحاجات دي لسه ما فيش حاجة قررت أو لسه التفكير ما يعني ما وصلش لحاجة معينة يعني إن شاء الله. في سؤال تاني برضه للكابتن حسام غالي أحد الزملاء بيقول لك ليه أنت فقدت الأمل بسرعة في المشاركة مع المنتخب في كأس العالم في روسيا؟ عمري فقدت الأمل، أنا دايما عايش على الأمل ده، ودايما لو في أمل واحد في المليون قدامي أنا بشتغل عليه. بس إذا أنا قلت في الكلمة اللي أنا قلتها دماغي خلاص يعني عايزة ترتاح من كتر الضغوطات اللي عليها. أنا لعيب كنت بقول قلت برضو نديت حياتي كلها للكورة، يعني كنت بغيب على التمرين أو أخد يوم راحة ما كنتش بريحه، كنت بنزل أتمرن مع نفسي. دلوقتي باخد يوم راحة أو يومين ببقى عايزهم ثلاثة وأربعة وخمسة، فهو ده الميعاد المناسب اللي أنا أطلع منه من الملعب. السؤال الخاص بالكابتن حسام البدري، في احد الزملاء بيسال الكابتن حسام هل الاهلي كان محتاج حسام غالي في المرحله اللي جايه، وليه حضرتك لو انت محتاجه ما اصرتش ان يكمل؟ الحاجه الثانيه هل حسام غالي هيكون له دور في باقي الماتشات ولا بمجرد اعلان اعتزاله في اتفاق ان كده مهمته انتهت مع الفريق؟ انا دايما كنت بقول ان حسام غالي لسه قادر على العطاء، وأشرت أكثر من مرة أنه هو قادر على العطاء وأن أنا محتاجه معايا. الاستخدام طبعا بيبقى إيجابي جدا بالنسبة للفرقة. لا، تاريخ الاعتزال مع نهاية الموسم، يعني هو تكريمه حاجة وتاريخ الاعتزال مع نهاية الموسم، لكن حسام هيظل معانا لغاية آخر الموسم إن شاء الله، وهنستخدمه طبعا الفترة الجاية إن شاء الله معانا بإذن الله. في سؤال للكابتن سيد عبد الحفيظ، بصفة حضرتك مدير جهاز الكورة، هل النادي الأهلي بيفتقد القائد بعد اعتزال حسام غالي؟ وإيه النصايح اللي أنت ممكن تقدمها لحسام غالي في مشواره اللي جاي؟ يعني بص، هو مش كل يوم أو كل فترة زمنية صغيرة بيجي لك واحد بمواصفات معينة، يعني حتة المسؤولية أو القيادة مش كل يوم بتقابل الشخصيه ديت، يعني فده مش سهل، يعني مش سهل، وخصوصا في الانديه الكبيره، الانديه اللي هي بتتعرض لحاجات كتير جدا من الضغوط او المسؤوليه ان صح التعبير يعني، وكيفيه التعامل معاها سواء كان مع اللعيبه الصغيره او اللعيبه اللي جايه او اللعيبه المنافسه او الحكام او الاعلام او المنافسين بشكل عام او ايا كان في المنظومه يعني. فمش بالسهوله ان انت تقابل واحد تاني عنده المواصفات ديت، لكن احنا في النادي الاهلي زي ما قلت في البدايه كده بنعرف نعمل دي كويس، بنعرف نكبر اولادنا كويس، وبنعرف نحافظ عليهم كويس ان شاء الرحمن يعني. يعني ان شاء الرحمن باذن الله يبقى ما عندناش يعني هنفتقد اكيد، وهن باذن الله هيبقى اللي جاي هيبقى بالنسبه لحسام افضل يعني. لكن النصائح اللي هو لحسام، هو حسام من خلال مسيرته وتاريخه اعتقد انه عنده مليء بالخبرات والمخزون، سواء كان في التعاملات مع الناس اللي حواليه او المدربين او القيادات او حتى في تاريخه الخارجي يعني. فانا متاكد ان شاء الله من الخبرات اللي اكتسبها ديت هتبقى كفيله باذن الله انه هيتعامل مع اي مجال او اي منظومه يعني. في سؤال للاستاذ خالد الدرندلي، في احد الزملاء بيسال بيقول هل هناك نيه لمجلس الاداره للاستفاده من جهود حسام غالي في المرحله اللي جايه، ولا حضرتك شايفين؟ طبعا النادي الاهلي عمره ما بيستغنى عن خدمات ابنائه سواء جوه الملعب او خارج الملعب، ولكن دي لسه لم يتخذ فيها قرار. ده طبعا مش قراري انا، ولا ده قرار مجلس اداره ولجنه كوره، وطبعا كابتن حسام انا عارف انه يقدر يدي ولسه عنده الكتير، زي ما كان لسه عنده العطاء داخل الملعب، بس هو استعجل شويه، وانا متاكد ان شاء الله انه هيكون له دور كبير، لان حسام غالي الحقيقه شرف النادي الاهلي وشرف مصر خارج مصر لما احترف بالخارج.
فبإذن الله كده يكون له دور هيتحدد بقى طبعا مع مجلس الإدارة بإذن الله. في سؤال خاص بالكابتن عبد العزيز عبد الشافي، في أحد الزملاء بيسأل حضرتك بخبرتك الكبيرة، حضرتك شايف حسام غالي في مهنة التدريب ولا في مهنة الإدارة؟ لا، هي دي ترجع للاستعدادات، وهو شخصية حسام أعتقد إن هي مناسبة للاثنين، بس استعداده هو ورغباته هي اللي هتحدد هذا الاتجاه. ويمكن هو كان بيتكلم معايا من أسبوعين كده، فيعني عجبني المنطق اللي بيتكلم بيه، في انه قال انا محتاج استريح شويه، واثناء الراحه دي بفكر في الاتجاه اللي انا هاخده. انما اللي عايز اقوله ان زي ما فرض بامكانياته واستعداداته وشخصيته انه يبقى لعيب مميز ومتميز، اعتقد ان هو برضو لديه الشخصيه اللي هي فرضه نفسها على الاستعانه بيها. والدليل على كده ان كل الاسئله اللي اتسالت حتى الان بخصوصه كلها في هذا الاتجاه. لو الاتجاه ده مش ملموس عند الناس من خلال الشخصيه ما كانتش الاسئله دي اتاخدت بنفس الشكل. ولذلك هو بقى الرغبه بتاعته، الاستعداد بتاعه، الامكانيات بتاعته هيوجهها ازاي، فدي ترجع للرغبه الاساسيه بتاعته، وربنا يوفقه في اي اتجاه يختاره ان شاء الله. احتفاليه اعتزال كابتن حسام غالي، القصد منها ان هو كابتن حسام هو نجم المباراه، هيبقى في ضيوف شرف، واعتقد ان كابتن حسام هيحب يعني الكلام ده خلال الاسبوعين من هنا ليوم المباراه ان شاء الله. في سؤال اخير للكابتن حسام غالي يتحملنا شويه، احد الزملاء بيسال حضرتك انت ليه اخترت اياكس الهولندي علشان يشارك في المهرجان رغم ان انت لعبت في فينورد الهولندي وكان ممكن في النصر السعودي وليرز وتوتنهام الانجليزي؟ والله احنا فكرنا كتير برضو انا ومينا ونادر شوقي اللي قاعد قدامنا، الراجل وكيل اعمال اللي قاعد قدامنا ده، فكرنا في كذا حد يعني، لكن في الفرق عندها ارتباطات في الدوري الانجليزي لسه ما خلص البطوله بتاعته، الايطالي برضو نفس الموضوع، اسباني نفس الموضوع، فكرنا فاينورد طبعا، بس عندهم برضو مشكله، عندهم ماتشات في نفس التاريخ اللي احنا اخترناه يبقى يوم الاعتزال ان شاء الله. فعشان كده اللي كان قدامنا اياكس، اياكس نادي كبير طبعا في هولندا، كان اقرب حاجه لينا يعني، لكن احنا فكرنا في كذا نادي، لكن المتاح كان اكتر حاجه وانسب حاجه ونادي ليه قيمته في اوروبا وفي هولندا كان اياكس. احنا نفسنا نجاوب على كل اسئله الزملاء، بس عشان نضيق الوقت نستاذنكم الان لحظه تكريم الكابتن حسام غالي. اتفضل الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي يعطي درع وعلم النادي الاهلي للكابتن حسام غالي كابتن النادي الاهلي، علشان نقول للكابتن حسام غالي شكرا على ما اعطيته وعلى ما قدمت للنادي الاهلي وعلى اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. حسام غالي قيمه وقامه كبيره وسيظل علامه بارزه في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي.